اسمك يا باشا؟ عمر اسامه عبد الراني، طالب من مدرسه السعديه. من اول وقت عند المدرسه بسبب ان احنا كنا عايزين حقوقنا، بنطالب بحقوقنا في الفصول، كنا بنطالب ان احنا مش عايزين المدرسين تتعدى علينا باهانه نفسيه او اهانه بدنيه، كنا عايزين ان احنا نشتغل في الشهر كويس، عايزين نبقى في شهر ساعتها نطلع مش حقوقنا كده عندنا السياسه في المدرسه. فصلنا ده اول مره، تم فصلنا من المدرسه. كل الناس دي اتفصلت؟ تم فصلنا من مدرسه السعديه، تم فصل 4 طلاب، بعدين نزلنا نزل وقفات عند الوزاره لمده شهر، بعدين جه الوزير فصلنا قرارات تعسفيه من 2 لـ5 سنين، بعدين رجعنا عندنا اللي هو بسبب الممارسات الاعمال السياسيه ده، بعدين رجعنا بس حولنا 4 طلاب على 4 مدارس. الوقت امتحاننا في مدارس مختلفه اول مره نشوفها. دلوقتي احنا نازلين النهارده نقلوكم من المدارس، نقلنا 4 مدارس مختلفه 4 مجموعات. دلوقتي احنا نازلين عشان نتعلم اللي اتعلمناه ولسه بنطالب بحقنا. اول حاجه